لف تاني برضو النهارده الرئيس تطرق اليه في حديثه، اتكلم عن ان الدوله قررت تاجيل تطبيق زياده اسعار الكهرباء للمره الثالثه لتخفيف الاعباء على عاتق المصريين. خلونا نسمع لهذا الجزء. طبقا للي حصل في العالم النهارده، احنا بنتكلم على تن برميل البترول 120 دولار. طب لو بقى 150، يعني انا بكلمكم كده عشان تبقوا، عشان باقي لكم كل حاجه. لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش؟ مش كده؟ ها. يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه؟ تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن، ما امكن مناسبه. هتفق معانا استاذ محمد دجمه الخبير الاقتصادي. يا استاذ محمد مساء الخير وبعد التحيه، بترى هذا القرار من الدوله بتاجيل زياده الاسعار ازاي يعني يؤثر على المواطنين؟ اهلا وسهلا استاذ صار. يعني هو في البدايه زي ما سياده الرئيس اوضح يعني النهارده في افتتاحات اليوم ان الظروف العالميه صعبه جدا، يعني النهارده ما فيش غير خمس او ست دول هي فقط اللي سعيده جدا بارتفاعات اسعار الطاقه، اللي هي الدول المصدره البترول او اعضاء منظمه اوبك، يعني مش بس البترول، كمان بترول وغاز بشكل اساسي. احنا بنتكلم عن مجموعه من 6 ل 10 دول فقط قصاد 180 دوله بتعاني جدا من المشكله دي. النهارده سعر برميل البترول، وانا فاكر انه زي النهارده من سنه كنا بنتكلم في سعر في حدود ال 50 60، لا يتجاوز رقم ال 60 دولار ابدا. النهارده التوقعات بتتكلم في 170 دولار، جولدمان ساكس امبارح بيتكلم في 170 دولار. النهارده احنا واقفين عند 122 دولار. الرقم ده 122 دولار للبرميل الواحد، برميل البترول الواحد، لو فضل مستمر لاخر السنه دي معناها تكلفه زياده على مصر ب 7 مليار دولار. 7 مليار دولار عشان بس البرميل صعد لمستويات اكبر من قدراتنا او اكثر من توقعاتنا. لان ما فيش حد كان يتوقع ابدا ان يحصل الرقم ده نوصل له ابدا لولا الظروف اللي حصلت اللي احنا مرينا بيها. والظروف هنا مش مقصود منها بس الحرب الاوكرانيه. لما مقصود كمان منها حاله التضخم العالمي، رفع سعر الفايده في امريكا، مشاكل سلاسل الامداد، ارتفاع تكاليف الشحن البحري، ازمات التغير المناخي اللي ليها تاثير كبير جدا على التلوث، اللي هي كمان ليها تاثير كبير جدا على استثمارات النفط والغاز. فاحنا بنتكلم في تغيرات حصلت عنيفه جدا في اخر 6 شهور. والاصعب من كده انه الحرب الاوكرانيه هي مش متجهه، مفيش اي مؤشر يقول لنا ان هذه الحرب اللي هي تسببت في ازمه غذاء عالميه وازمه طاقه، مفيش عندنا اي مؤشر يقول ان هذه الحرب متجهه للتهدئه. كل المؤشرات بتقول ان هي متجهه لمزيد من التوسع، لمزيد من التضخم، لمزيد من التعقد. مش بس كمان في شرق اوروبا، ده احنا عندنا مشكله كمان في جنوب شرق اسيا، وعندنا مشكله في باب المندب، وعندنا مشكله في الاتفاق النووي الايراني، وعندنا مشكله مع فنزويلا، وعندنا مشكله مع كوريا الشماليه. عدا حجم المشاكل والتعقيدات الجيوسياسيه اللي القوى الكبرى منغمسه فيها وبتتعامل معاها بمنتهى الانانيه، بتفرم في طريقها ملايين بل مليارات الشعوب ومليارات الناس اللي مالهاش اي ذنب باللي بيحصل. فبالتالي النهارده كل ده لما نيجي نبص بقى للشأن المحلي والظروف المحليه، نعم، في ظل هذه الظروف العاصفه اللي بتحصل حوالينا، هنلاقي انه الدوله او الاقتصاد المصري بيتحمل وبيتلقى ضربات كبيره جدا عشان معدل التضخم اللي بيحصل النهارده اللي احنا شايفينه، اللي احنا كمواطنين السعر او الارقام اللي بندفعها او الفلوس اللي بندفعها في اي سلعه بنشتريها، ده رقم اقل بكتير من الرقم الحقيقي اللي كان المفروض نشوفه.
والسبب هنا انه الحكومه هي عامله حائط صد قدر المستطاع، حائط صد عشان تقلل من الاثار التضخميه اللي بتجي لنا من بره. نعم، انا بشكر حضرتك استاذ محمد نجمه الخبير الاقتصادي، شكرا لوجودك معي.